مساء الخير كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. مفيش شك انه من غير الألم والصعاب ما كانش هيبقى عندنا القوة عشان المواجهة. من غير الأشخاص السلبية اللي بتحبطنا في حياتنا ما كناش هنبقى مقدرين وجود الناس الإيجابية اللي بتدعمنا. من غير الرفض أو الانفصال ما كناش هنعرف نقابل الأفضل. من غير الشخص اللي قال لي مش هتقدر توصل وتعمل حاجة ما كانش هيبقى عندي الدافع والحافز إني أحقق ده. من غير ما نختبر هفواتنا ونجرب نقع ما كانش هيبقى واضح لينا ازاي نقوم ونكمل. من غير النهايات المؤلمة ما كانش هيبقى فيه بدايات جديدة. بنكون محتاجين نفتح عينينا نشوف النور والأمل، وبدل ما اسأل اشمعنى انا اسأل ازاي اوظف كل ده لصالح نفسي ولصالح اللي حواليا. الحقيقة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حذرت من الانسياق وراء الرسائل الصوتية اللي بتحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، واللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة اللي فاتت، وأشارت إلى أنها بتستهدف إثارة الذعر والخوف والنيل من الأمن القومي المصري والتشكيك في شفافية الدولة وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الأوبئة. مفيش شك طبعا أن الحكومة لا تدخر جهدا في موضوع كورونا، بل الأكثر من كده أن القوات المسلحة كمان بتساعد الحكومة في إيجاد حلول مناسبة. وياريت بدل الانسياق وراء الإشاعات نسيب الحكومة والقوات المسلحة يشتغلوا، لأنهم الحقيقة دايما بيحبوا يشتغلوا في صمت تام، ونصبر شوية وكل حاجة ليها حل إن شاء الله. خلونا نخرج فاصل ونرجع نشوف فقرة أخبارنا فيها إيه. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، نتواصل بعد الفاصل.